بنات الشمس معي أنا أماني. مرحبا. الموضوع اللي بدي أحكي فيه اليوم هو موضوع ما تم التطرق إله إلا بحالات قليلة ويمكن حتى نادرة. الموضوع هو الإعاقة والتمييز الجندري. معقول يكون في تمييز جندري بين مرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ اسمعوا مجموعة هالعبارات بتتعلق بنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة ورجال من ذوي الاحتياجات الخاصة ورح تحسوا إنها كتير مألوفة لإذنكن. البنت عندها إعاقة، مسكينة، مين بده يتجوزها؟ والولد عنده إعاقة، بكرة بيكبر والله بيرزقه ببنت الحلال اللي تسنده وتساعده. هاي العبارات ما لها غريبة عنا ولا غريبة عن مجتمعنا للأسف. وكأنه الرجل بده مين يسنده إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة ما لها محتاجة مين يسنده. إذا تقدم خاطب للمرأة اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة ب 99% من الحالات ما بينطلب من الشاب المتقدم يقدم أي شيء على اعتبار أنه كتر خيره رح ياخدها على عيبة. أما الرجل إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة فأكيد عنده طلبات مثله مثل أي شاب تاني، لأنه هو بالنهاية إنسان بده يعيش حياته، وطبعا هذا من حقه بس بنفس الوقت كمان من حق المرأة، وما حدا على الإطلاق بيقدر يحرمها من هذا الحق. خلينا نفكر قديش نسبة الناس بمجتمعنا اللي عندهم بنات من ذوي الاحتياجات الخاصة بيهتموا فيهم مثل ملازم وبيقدموا لهم الرعاية اللازمة. قديش نسبة الناس بمجتمعنا اللي عندهم بنات من ذوي الاحتياجات الخاصة بيشركوهم بنشاطات مجتمعية بتناسب ظروفهم وقدراتهم وبتطلع الطاقة اللي جواتهم. أما لما الأهل يكون عندهم ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة فبكتير من الحالات منشوف إنهم بيسعوا لحتى يدرجوا بهذا النوع من النشاطات لحتى تقوي وتنمي مهاراته قدر الإمكان، كمان بحسب ظروفه وقدراته. اللي بدي أقوله بالنهاية إنه ذوي الاحتياجات الخاصة هن بشر وناس إلهن احتياجاتهم وإلهن حياتهم وإلهن متطلباتهم وإلهن أحلامهم وأهدافهم، ما منقدر نحرمهم من هاي الحقوق سواء كانوا نساء أو رجال، وواجبنا تجاههم إنه نقدم لهم اللي منقدر عليه ونحاول ندعمهم ونسندهم قدر الإمكان بغض النظر عن إذا كانوا ذكور أو إناث. وتذكروا بالأخير إنه ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم طاقات وقدرات جواتهم بس محتاجين دعمنا ومساعدتنا ومساندتنا لحتى يطلعوا هالطاقة على شكل نشاط وعمل إيجابي. بنات الشمس معي أنا أماني.